الكرة وإلى ضربة مرمى يكون الحكم المساعد أنيس. هل أنت هنا؟ أنصار شباب بلوزداد يساعدون الفريق اليوم. هذه فرصة شباب بلوزداد حسب التقديرات والتوقعات من أجل أن يربح ويفوز. كولر الذي يبحث عن نتيجة اليوم، على الأقل لا يريد أن يخسر على الأقل، وما لأن نقطة. ولكن شباب بلوزداد اليوم فرصة، ولكن تغطية دفاعية إلى ضربة مرمى للحارس قندوز. كرة ملعوبة، تنفيذ الخطأ، أنصار شباب بلوزداد يقفون مع الفريق، يدفعون بالفريق لتحقيق النتيجة المرضية. مدرجات ملعب 5 جويلية اليوم في هذه الأمسية الكبيرة. سامويل من رواندا. أنصار شباب بلوزداد ينتظرون فيما هو أحسن، ينتظرون في هدف يحرك الشباك ويحرك المدرجات. أتمنى أن يكون غيتو إخراج الكرة بالتاكل إلى رامي تماس. سلامات على إمام عاشور، يعود ليكمل بديلة في الوقت اللازم من ذلك. علي محمد وأنصار شباب بلوزداد دائما يقفون إلى جانب الفريق في هذه المباراة وينتظرون، وهو أفضل